يفعله الكثير من المصريين، وهيوصلهم للعناية المركزة تحذير لكل المصريين. ننشر التفاصيل وعاجل حقيقة تأجيل الامتحانات ومسؤول مصري يرد، وننشر التفاصيل في الفيديو. وتحرك عاجل من الأمن المصري بعد عرض فيديو مثير للجدل، وعاجل الحكومة ستفرض رسوم جديدة على المواطنين في مصر. ننشر التفاصيل وبلاغ عاجل ضد عبدالله الشريف بسبب فيديو مستشاري السيسي، وعاجل تفاصيل قرار المحكمة في قضية عمرو أديب ومحمد رمضان، وعاجل في مفاجأة كبرى الأمن يكشف تفاصيل اختطاف ابن الدبلوماسي كبير. في البداية زي ما متعودين في كل فيديو عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط ايضا على زرار اعجبني او اللايك عشان توصلك الفيديوهات والاخبار اولا باول. عاوزين نوصل ل 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، غرقوا التعليقات بكلمه تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو، ونبدا مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا. واول خبر معانا يفعله الكثير من المصريين وهيوصلهم للعنايه المركزه تحذير لكل المصريين. وامبارح الدكتور هاني الناظر طلع بتصريح مهم جدا للمواطنين، وحذر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق من الحصول على مجموعة البرد التي تباع في الصيدليات. يعني إيه؟ أنا دلوقتي جالي شوية برد فروحت للصيدلية وقلت لهم أنا عاوز حاجة يعني تمشي البرد ده، فالصيدلي للأسف هيجيب لك حاجة اسمها مجموعة البرد. مجموعة البرد دي بتبقى يا إما في حقنة أو في أدوية بدون استشارة طبيب، فده شيء مهم. والدكتور الناظر كان في حوار في برنامج مصر الجديدة اللي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة ETC، وبينصح المصريين بعدم شراء أدوية البرد نظرا لأنها تشكل خطرا على صحة الفرد، وهذا الأمر هو اختراع ومش موجود أصلا في العالم. وقال في آثار جانبية خطيرة لهذا الأمر، ومنها حدوث التهاب جلدي في كافة أنحاء الجسم، ومن الممكن أن يتسبب في مشاكل صحية هتستوجب دخول المريض للعناية المركزة. زي ما ذكرنا في يعني قبل كده خبر إن في حقنة في الصيدليات بتتباع بتبقى مجمعة من بعض الأدوية، والشخص المريض بياخد الحقنة دي ويعني بيبقى فيها آثار جانبية خطيرة هي الأخرى، هذه الحقنة المجمعة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهذه كانت نصيحة وتحذير لحضراتكم عشان يعني ما تاخدوش أي أدوية إلا لما ترجعوا للطبيب اللي بتتابعوا معاه. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل حقيقة تأجيل الامتحانات ومسؤول مصر بيرد. وعلى مدار الأيام الماضية تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وواتساب وغيره بعض الأخبار المغلوطة والتي لا صحة لها على الإطلاق، والتي قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بنفيها جملة وتفصيلا، معلنا أنه لا صحة لما تم نشره من أخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة. وأول تلك الشائعات التي قام وزير التربية والتعليم بنفيها هي. الدكتور طارق شوقي طلع وقال ان مفيش اي صحة لما نشره البعض عن ان في تأجيل للدراسة بسبب الاحوال الجوية، او في تأجيل للامتحانات بسبب الاحوال الجوية السيئة. وقال ان في بعض جروبات اسمها المايمز، يعني الناس بتنشر عليها بعض الشائعات، والدراسة مستمرة والامتحانات في الموعد بتاعها، ومفيش أي تعطيل للدراسة ولا الامتحانات. هذا كان تعليق الدكتور طارق شوقي على هذه الجزئية. في بقى جزئية حذف أجزاء من المناهج، هل الموضوع ده صحيح؟ الدكتور طارق شوقي قال إنه مفيش أي صحة لحذف أجزاء من المناهج الدراسية خاصة الفصل الرابع الابتدائي. أعلن إن الصف الرابع الابتدائي ستقتصر الامتحانات عما تمت دراسته حتى آخر ديسمبر. أشار إلى أن تدريس المناهج مستمر حتى يناير كما هو موضوع له في الجداول. وضح أن إتمام الجرعة التعليمية هو الأساس في العملية التعليمية. المصدر معانا كان من صحيفة نبض. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. والدكتور طارق شوقي بيرد على بعض الإشاعات وبينفيها تماما، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر.
ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتحرك عاجل من الأمن المصري بعد عرض فيديو مثير للجدل. ووزارة الداخلية المصرية تحركت بشكل عاجل بعدما عرض أحد الإعلاميين فيديو يظهر استهتار بعض الشباب على الطرق الرئيسية بمنطقة الشيخ زايد. وعرض برنامج الحياة اليوم المذاع على شاشة الحياة فيديو يظهر استهتار عدد من الشباب على الطرق الرئيسية بمنطقة الشيخ زايد، وبيعرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر، حيث ظهر مجموعة منهم وسيارة أحدهم تسحبهم. طلب الإعلامي محمد مصطفى رشدي مقدم البرنامج متابعيه أن يشاهدوا هذا الفيديو الذي صوره بنفسه قائلا: اتفرجوا وبصوا ولادكم بيعملوا ايه، بصوا لولادكم اللي انتوا جايبين لهم عربيات خارجين مساء في عرض الطريق بيعرضوا نفسهم للخطر وإيذاء الآخرين. وقال ان الفيديو ده هو مصوره بإيده، والإعلامي يوجه رسالة إلى هؤلاء الشباب وأهاليهم، وقال: أي خطة في رجل واحد فيكم تخلي أهاليكم يجروا وراكوا، أنتوا بالنسبة لنا حاجة كبيرة، وعارف أن كلكم هتسمعوا كلامنا وتخرجوا من الناحية التانية. وتابع قال: البنت اللي مدللة رأسها من الشباك دي ومبسوطة أنها بتصور زمايلها وعندها 12 أو 13 سنة، الطفلة اللي بتسوق عربية ماما جايبها لها أو بابا جايبها لها وخارجة تعمل بيها كده دون مسؤولية في الطريق. وواصل كلامه وقال: العيال اللي ماشية بالفيسبا ولا بالموتوسيكل وبيجروا أصحابهم وراهم بهذا الشكل، تخيلوا لو سائق توقف مرة واحدة أمامهم إيه اللي هيحصل؟ الإعلامي أوضح أنه حرص على تصوير هؤلاء الشباب وإظهار وجوههم بالفيديو حتى يتعظوا ويعلموا مدى حب واهتمام أهليهم بهم. المصدر معنا كان من صحيفة الحياة اليوم، وطبعا يعني في بعض الشباب، أو يعني نقدر نقول عليهم الشباب الصغير، بيبقى واخد العربية يعني من أهله، للأسف بيعمل حركات خطيرة جدا في الطريق العام وبيعرض حياته وحياة الآخرين للخطر. فيجب علينا كأهالي إن احنا ناخد بالنا من حاجة زي دي، وما نديش العربية لحد من ولادنا إلا وإحنا عندنا الثقة تماما إنه عاقل ومش هيعمل بيها أي حركة تعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الحكومة ستفرض رسوم جديدة على المواطنين في مصر. وأصدرت وزيرة التضامن المصرية نيفين قباك قرارا بفرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي وتذاكر السكك الحديدية بالدرجة الأولى والثانية والرسائل البرقية والبريدية. القرار تضمن فرض رسوم إضافية على كل أجر دخول السينما والملاهي وعن تذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية ورسائل البرقيات أو التليفون ترانك والرسائل البريدية، على أن تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون 149 لسنة 2019. المصدر معانا كان من اليوم السابع، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. وننتقل مع بعض الخبر آخر، وبلاغ عاجل ضد عبدالله شريف بسبب فيديو مستشاري السيسي. وتقدم المحامي المصري طارق محمود ببلاغ عاجل للنائب العام، اتهم فيه اليوتيوبر عبدالله شريف بنشر فيديوهات ومكالمات مفبركة عن مؤسسات الدولة المصرية وقيادتها. محمود قال في بلاغه ان عبدالله شريف بدأ في الفترة الأخيرة على صفحته وقناته الرسمية على يوتيوب على الإساءة لسمعة الدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها عبر نشر فيديوهات ومكالمات صوتية مفبركة بغرض الإضرار بالصالح العام ونشر الفوضى وتجدير الأمن والسلم الاجتماعيين، مقابل تلقيه مبالغ مالية بصفة دورية من التنظيم الإخواني ومن أجهزة مخابرات الدول. والمحامي أضاف أن عبدالله الشريف لا يزال مستمرا في ارتكاب يعني ما يفعله لصالح جهات خارجية معادية لمصر وعلى رأسها جماعة الإخوان، وأنه طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات المصري فإن كل من ارتكب جناية تمس أمن الدولة المصرية يطبق عليه القانون المصري. وحيث إن المقدم ضده البلاغ يروج لإثارة الأكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد تنفيذا لتعليمات جهات معادية للدولة المصرية، فإنه طبقا لنص المادة 78 فقرة ألف من قانون العقوبات يعاقب
كلما تدخل للعمل لصالح تلك الجهات المعادية للإضرار بأمن مصر القومي. محمود طالب في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة في وقائع البلاغ المقدم منه، وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ عبد الله محمد أحمد الشريف، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإختار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء، وتسليمه لمصر وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة. المصدر معانا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وزي ما قلنا وذكرنا قبل كده وطلعت في فيديو بث مباشر على الصفحة الرسمية بتاعتي يعني على الفيسبوك، وقلت يعني ايه هي التسريبات دي وعبارة عن ايه التسريبات وكيف تم القبض على المتهمين الموجودين في التسريبات، وازاي طلعوا الناس اللي كانوا بيسجلوا التسريبات دي عبارة عن يعني ناس ملهاش اي علاقة بالرئاسة المصرية، وان كل الحاجات دي فيديوهات او تسجيلات مركبة وغير صحيحة بالمرة. اترك ليكم التعليق على هذا الخبر، وقولوا لنا رايكم في البلاغ المقدم ضد عبد الله شريف للنائب العام، واترك ليكم التعليق في التعليقات تحت اسفل الفيديو. ننتقل مع بعض الخبر اخر وعاجل تفاصيل قرار المحكمة في قضية عمرو اديب ومحمد رمضان. وقضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في مصر ببراءة الإعلامي عمرو اديب من تهمتي سب وقذف الفنان محمد رمضان. وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بتغريم أديب 10,000 جنيه ورفض الدعوى المدنية المقابلة لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان. واستأنف دفاع الإعلامي عمرو أديب على الحكم مقدما مبررات انتفاء تهمة السب، وقضت المحكمة ببراءته. ورأت المحكمة في حكمها أن أديب لم يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وأن حديثه عن رمضان من نوع النقد المباح، وأنه لم يستخدم أي عبارات سب في حقه، لذلك قضت ببراءته. وكان عمرو أديب تقدم بأربع بلاغات ضد محمد رمضان في شهر إبريل الماضي اتهموا فيها بالسب والتشهير والحط من القدر واستخدام صوته على محتوى دون إذنه، بالإضافة إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا زالت قيد التحقيقات في نيابة 6 أكتوبر. دفاع أديب أضاف أن موكله يثق تمام الثقة في نزاهة وعدالة النيابة العامة والقضاء المصري للحصول على حقه كاملا في الجرائم السيئة قانونا التي ارتكبها محمد رمضان في حقه. مصدر معنا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وياريت تقولولنا في التعليقات تحت يعني التفاصيل الكاملة، وأترك ليكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل في مفاجأة كبرى. الأمن يكشف تفاصيل اختطاف ابن الدبلوماسي كبير. قوات الأمن المصرية كشفت تفاصيل قصة اختطاف بنت دبلوماسي كبير تابع لإحدى الدول في منطقة الدقي بالجيزة. التحريات أفادت أن الطفلة لجأت إلى حيلة ماكرة، هي بكل بساطة ضحكت على والدها عشان هي جابت درجات سيئة في امتحاناتها، فبالتالي يعني حبت أنها تضحك على أبوها وألفت له قصة من خيالها ان في 2 اشخاص خطفوها وخطفوا يعني الحلق بتاعها ورجعت تاني. فطبعا الدبلوماسي ده راح يعمل بلاغ في اسم الشرطة وقال لهم ان بنتي تعرضت للسرقة، وبعد طبعا ما الشرطة يعني وصلت وحققت ودخلت وراقبت الكاميرات وكل ده، لقت ان الموضوع عبارة عن ان البنت فعلا تختلق القصة بسبب يعني انها جابت درجات سيئة في الامتحان. فاترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.